One love, y'all, cause we're together. United. Aloha, New Day, New. Love. I swear to my vlog. But when it's no vlog. يلا نمشيو يلا نمشي مشينا طرقنا اسماء هي ودابا نحن قلت لهم مشينا طرقنا اسماء وسكنوا خارجين سكنوا كتحدق فيا غير انا تسبني اسماء ديالي ما تبانك مع الالوان الترابيه ما راش قاش لك عندك الحزن انا فين ماما قلت لك داك النهار ديالي لا ما نشوف وجهك في حوايجك هذا ماشي ترابي انت حزينه لا هذا ماشي ترابي قولي راه انت اللي لابسه الالوان الترابي قولي راه كتشي فريش فريش هكا واه حاجه ناتشر بيوتي والله ما دارت حتى حاجه داكشي من عند الله ياك اللي زين زين وخي عاونك بين الاثنين كورس ما دايره ما مروان قول لي شنو يلاه قلتي لي دابا قلت لي صراحه هذه المره جيتي زوينه وشعرك زوين بقصه حيتاش مروان ما كيعجبوش شعري ودابا اخيرا عجبو قال لي احسن من اخر مره اخر مره خصكم تعرفوا علاش اخر مره سرحتو حضري معنا اسمع معاك التليفون اول مره صيامه ما صابتوش ليها مزيان علاش حيتاش الدار بنات سباتني وبغيتني نكملها تخاسم لا ماشي سبيتك اشنو قلت لك هي درتي فيا ما عرفتش داكشي المهم قلتي لي شي حاجه ما عجبتني المهم تخاسم كتنفخي عليا وانا نلوح لك داكشي هي انت اللي كتنفخي عليا وطلعتي ليا والله حتى هي اللي كانت كتعصب فيا وانا نقول لها عرفتي شنو انا ما بغيت قلت لها لك انت غادي وحق الله انا ما كيعجبنيش شي واحد يدير لي شي حاجه بالجنين لا ما قلتش انا مالك انا ما قلتش فيا قلت لي لا ما قلتش ما درتش انا نيتو قلت لها خليني ندري الكلمة تما قسمي جاية من داري وجايبة المعدات وجايبة كل شيء آي 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 شعر وكاسة كتنفخ عليا لا ماشي هكاك ولا وبلاتي ما تبقايش تخربقي دابا هي انا ما كنحملش اللي صايب لي شي حاجه وبقى يتجمل عليا دابا هي وهي بقات كدير هكذا وانا نقول لها شوفي قلت لها انك غتصيبي وتسكتي وهذا ما كنتيش غتصيبي بلاش والله الا تجي اسكتي مني هذه مسكينه المهم خلاتني في الاخر شعري مشعكك وكيبان داك الشيء خويا ملي كانت صغيره كانت كتقول لها اختي الكبيره اجي مروه مشت لك تقولها شنو هو اجي مشت لك خاصك تقولي لي عافاك اجي مشت لك هكاك بغاتني نقول لها الله يرحم والديك لا ماشي ما كنحشمش كتجيني الا قال لي شي واحد بحال هكاك بحال كي امرني حيت انا كنقول عافاك وراه هي كتامرينا لا ما كنامرش لا لا والله ما هذه النقطه ديالها قولي لي وانا ما كنشتكش اي هذه كنت كنقولها صافا ما نكذبش ولكن حيت كيجيني الا غيدير عليا شي واحد بزز منه ما يديرهاش ياك بعدا ما 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 كيبقى كيديرها وكيبقي نقرا لك اللهم يدير عليا بخاطر ولا بالناقص من الاساس المهم ديك الخطره خلاتني بجاك وكنتي خايبه مسمومه انت انا مسمومه عبرت عليك ما ديتهاش فيك كانت كتقول مروان اجي بغات مروان يقد لها شرعه انت بتي هنا ما عرفش لا جا مسكين والله الا جا حاول ولكن جيتي والله الا جا مسكين حاول يقد ليا ولكن هي كيخربق قلت لها عرفتي شنو خليني تعصبت ومن بعد انا مسمومه كتقولي لي شنو نلبس وبقيت معاك واخا كان عليا نقول لك انا ماشي شغلي نخليك كيف ما ندير ولكن شفت انا شحال ظريفه مسكينه المهم دابا صراحه تعطلنا بزاف بزاف عاد باش خارجين المهم عرفتش راه مشينو ما مشينو المهم اللي ليها ليها وصافي فيما مشينا مسكينه مزقينه ديال ما تقصب الدار ياك مزقين تيتا ياك ميمه تاكلي تشوكلات سكتي مني حليتي لي بابي دابا تكون حبيبتك المهم كي بابي اوز ما عجبك سالات يا بنتي اللي خطرتها شوفي 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 دوفي تليفون 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 هاي هاي باي باي هاي ما كان مسكين جينا انا اسماء لا ديكو شحال كيحمق هادشي بزاف هاد الدور هنا
كيبان بحال مغربية. إيناس شوفي كلشي فروزن. إيناس مانياس كتحمق على شي حاجة سميتها فروزن. وعيشة أوسي. طريقة جديدة. لا كل سنة كلشي جديد صح؟ التكنولوجيا تقدم كلشي تقدم بطريقة ديال غتسمعوا شوية ديال الصداع فاش كنصبن شي حوايج كنشف شي حاجة ونشرت شي حاجة وطويت شي حاجة المهم روينا داكشي اللي دايره بحال هكذا مديهاش عليا وصلني شي حاجة من المغرب قبيلة غير ميزقين معايا كانت كتخربق فيهم وجبدات لي غير دو ساك هادوك لي دو ساك ديجا ديالي بقاو تما كان عندي فيهم واحد المشكل وكنت باغا نقادهم ودابا غنوريكم اشنو وصلني كاين شي حوايج لي اوريدي انا طلبت فيهم وشفتهم ليا وكاين شي حوايج معرفتش بحال دابا هدا هدا زبدة ديال الطبلة انا قالت لي اختي اوريدي كنا كنهضرو على زبدة ديال الطبلة انا وهذا ما عنديش هذاك عندي واحد مي هذاك الا ديجا شفتو عندي هذاك ماشي ديالي ديال اسماء صراحه وديجا خديتو عندها واحد المره في العيد كنت حطيتو حيت كانت جات عيدات معايا هنايا هي وبرها واختي عرفت انه كيعجبني وجبتو ليا كادو ديال لانيفيرسير وانا باي ذا وي كنحماق على هادشي ديال المغرب المهم صراحه غير صراحه باش نحلو يلا دابا بغيت نحلو قلت لاش غنحلو دابا راكم نتوما عارفين كنسميو طرز الحساب الا ما خفت نكذب مزيان عندها واحد صيباتو ليها خالتي وصيباتو ليها هي بيديها حيت خالتي وماما كانوا كيديروا هذا الشيء ملي كانوا صغار هذا صبات مروان نسى ما عرفتش اصلا علاش مصيفطينو قلنا لهم ما تصيفطوش حيت زعما ما محتاجوش وصافي شوفوا راه بابا تبارك الله كيدير
كيدير واحد التغليف وداك الشيء مزيان باش ما تهرسش في حاجه. هادو شوفو بصل ديال المغرب يا سيدي. صراحه كنبغي نشري بزاف وتما تيبغيو يصيفطوا لي بزاف ديال لي تروك هكا طباصل وداكشي، ولكن المشكل اللي عندي انني في الكوزينه ديالي كبيره مي ما فيهاش بزاف ديال لي بلاكار، سو خصني نصايب ليها لي بلاكار عاده باش نزعم نشري بلان تروك، حيت الشيء الا هكذا ما يمكنش فريمون ما يمكنش. كيكون عندي داكشي مزحم بزاف، شي واحد البلاطو شحال غزال مي ما تشرى من الاختيار الاخت ديالي صافا لي موتيف ماروكان. كنحمق على هاد الموتيف ديال الزليف، كنحمق على مبريجا. هادو التبيصلات شوفو ديال السمكات، هادو غير ديال البلاستيك بدا، وهادو المهم هادشي راه فريمون ما شفتوش نهائيا، اختي اللي اختاراتو زويني لي سالاد داكشي جاجا ناس تيلعنا بوحدي. هادو زوينين شوفوا والله الا هادشي ما شفتوش فريمون والله ما اصلا ما عرفتش اشنو كاين اشنو ما كاينش، بحالكم كنحل هادشي. انا اللي عارفه انا جوج طباصل نوريهم لكم بلاتي، واحد جوج طباصل كبار هادو باش كنوصل حيت ما عنديش هاد السايز وبغيتو. اوه شوف شحال غزالين فريمون زوينين، فيهم هادوك لي طاطو بربر شوفوا والله الا كيحمقوا بعدا بعدا يا ولي. المهم هادو كتحطوا فيهم سطاس داكشي زعما ديال القهوه ولا ورابر، فيهم لي موتيف ماروكان جادور، كنحماق على اي حاجه فيها لي موتيف ماروكان كيما بيكونوا. شوفوا هادو حتى هما شحال غزالين ترو كيوت والله الا زوينين. هاد البيصلات اوسي زوينين فنان، فيهم زليج شاطر تبارك الله بزاف ديال الطباصل هنايا مازال. هادو تاهما شوفو شحال غزالين صافي، دابا خصني غير العرادات خصني نعرض على الناس عاوتاني زوينين. هادو شكون اللي ما عندوش هادو هادو بيان سور معروفين عندنا في المغرب، ما كايناش شي دار ما عندهاش، ما عرفتش كيسميوهم الصراحه والله ما عرفت، اللي عارفه فيكم شنو كيسميو كتبوا لي في الكومونتير. مي هادو عندنا حنا في الدار بزاف، مي ام سو سوري بس نسد الباب ونجي هكا بعدا شويه حسن، حيتاش ملي كتبغي ملي كيقربوا الحوايج يساليو التصبين ديالهم كتجهد بزاف السوق ديال هذاك الشيء علاش. هادو مربعين تاع هادو ديفيرون زوينين جيم بيان والله زوينين ميرسي ميرسي. شنو مازال؟ هادي الزيت زيت زيت ارغان، زيت ارغان الله ارغان ارغان الحار نشوفون. يلا فهمت هادوك طواجن والله الا زوينين، تقدر تستعملهم طواجن تقدر تستعملهم طبيصلات صغار. شوف هادو راجل عرفتي بابا كيدير واحد التغليف ديال البسطي ولكن مزيان والله باش ميتهرس داكشي، كنشوف بزاف ديال البنات مساكن اللي عايشين هنا كيوصلهم داكشي كله مهرس، خص اصلا يكون تغليف على بعض يكون مزيان، يكون حتى داك الشخص اللي جايبهم يكون مزيان بحال اللي كنتعاملوا معاه حنايا. شوف هذا صغير دابا هادو لا هادو نفسهم صحابني انا واش هادو الغطاوات ديال هادو اللي هنا، دونك هادو دوطخ ستيل شوفوا شحال زوينين ماعرفتش كيبان لكم مزيان حيتاش انا عكس ليكليراج. ها هذا صغير كتوت زوينين جادوغ كاينين هنا بزاف مزيان زوينين الصراحة، انا اصلا عندي لو مونك في هاد لو جونغ دي تخوك دونك مزيان صافي زوين مازال خصني نشوف. شوفوا هادو زوينين شوفوا صغير كتوت نتاهما صافي، ولا عندي سيري ديال هادو هادو زوين تحط فيهم الملح كمون باش تكون شي حاجه دوك زبيده ولا ورابر. هادي بواط ديال كينيكس هادي جابها بابا وصيتو عليها هادي عرفت انه هذا اوبس كتحل بحال هكا، عندي اصلا انا وحده عندي وحده سامبل وصيتو عليها قلت ليه جيب لي انت شي حاجه من اختيارك ديال العرعر
باسكو هو اوريدي عنده بازار وصيتو على هادي كانت عندي ديجا ملي كنت صغيره وكانت واحد المره عاوتاني جابت لي واحد صاحبتي وحده صافا من صويره هادي كتحطو فيها عنايه ستيلو جوج ديال الستيلوات شفتوها وداك ستيلو تقدروا تدخلوه في واحد اللعيبه حتى هي ديال العرعر سينو راهي ستيلو عادي وكتسدو عليه هادي غنقول لكم لمن الى عقلتوا على لي فلوغ ديال كردستان اللي متبعيني من داك الوقت كان واحد الراجل تلاقيت معاه في كردستان رجل المكتبه اللي قلت لكم عليه واللي كان فريمون كريم معنا وعجبني وبدا كيعاود لينا دي زيستوار وعطانا وقت هو كان استاذ كان استاذ العربيه في كردستان هو كردي عراقي وتقاعد وحل مكتبه وما كيربحش زعما منها ولكن حلها بالحب ديالو زعما الكتب وداكشي الى اخره ومني عرفني انني انا ماشي كردي وماشي عراقيه فرح وكتبغي قلت ضروري نشري عنده شي كتاب ضروري قلت لي ضروري نشري عندك شي كتاب بقيت كنقلب تما وانا نقول عرفتي شنو عطيني كتاب مختار هو يقول لي نعطيك احسن كتاب في العالم انا غنوريكم شنو عطاني وما قبلش يشد عندي حتى زعما حتى ريال حتى حاجه كيقول لي ما يمكنش انت ضيفه عندنا كيفاش ودايوغ هادي شفتها بزاف في كردستان فريمون داروا علينا بلان زعما بزاف ديال لي زوندغوا بحال فاش بغينا نشريو صباط الميزكال المهم بزاف ديال لي زوندغوا مي هذاك الراجل فريمون الماتوش لواحد الدرجه ما كتصورش وعجبني وعمرني ما نسيتو خدينا لي فوتو ديالنا معاه ابغي غنتلاقاو باللي ولدو صاحب خو مروان الكبير سبحان الله العظيم شوفو مشينا غير عند خو مروان بحكم حتى هو استاذ جامعي بس كنعاود ليه هذيك الاستوار حتى هو كاتب وقال لي راه كنعرف فين كاين داك الراجل راه ولدو هذا المهم وفريمون عجبني داك لو جيست اللي دار فجبت ليه هادو ان شاء الله غادي نصيفطهم ليه في كورديزان بحكم انني دابا ما غاديش نمشي نصيفطهم ليه وغادي نامبريمي معاهم التصويره اللي تصورنا اونصومبل ودايوغ الكتاب ديالو ديجا عطاني جوج ديال الكتوبه وعطى البنت اخت مروه اللي كانت معنا واحد الكتاب اخر وشنو سميتو دبلة مشتراجم هذوك الكتوبه بلات غادي نوريهم لكم واحد ديال العربيه الكرديه زعما كيفاش تعلمي الكرديه وواحد بصح هو احسن كتاب في العالم نوريكم ها هما حطاهم مشيت للبيبليوتيك ونسيت بلي انا ما حطاهمش في البيبليوتيك حطاهم وسط الدار باسكو كيعجبني مره المهم حيتاش كنقراهم مره قرا بيا ولا شفتيهم كتزعمي تقراي اكثر ماشي بحال الا خبيتيهم في البيبليوتيك هذا هو اللي عطاني ديال تعلم الكرديه ولكن الكلمات اللي دايرين ماشي كلمات اللغه العربيه اغلب الكلمات اللي لاحظت انهم كلمات عراقيه وكاينين شي كلمات اللي ما كنفهمهمش سولتني مروان عليهم ولكن ما نكذبش عليكم غتكون شي ثلاثه المرات اللي زعما اللي حاولت نقرا هذا ديال تعلم الكرديه باغ كونتر هذا لا هذا فريمون قريته باقي غادي نزيد نقراه وفريمون عجبني ديال هذا دافنشي ديال شفرات دافنشي هاي شتو اصلا معروف اوريدي كان ان انجليش ومعروف الاستوار ديال هذاك معادله ما عرفتش كيسميوهم اللي كاينين من ورا رسمه ديال الموناليزا المهم الا قريتو غادي يعجبكم الصراحه وبصح هو احسن كتاب في العالم وهنايا كتب لي هديتي الى من ارى كل الفخر عدمتها شوف انا ما كنعرفش نقرا العربيه مزيان باي ذا واي والخط العربي اللي داير بحال هكا دي شويه كومبليكي حنان صديقه ابوهرو بمناسبه عيد رمضان المبارك عاجل تكتب لي المهم سمحوا لي هاد اللعيبه هاد ابوهرو ما فهمتهاش بكل صراحه بمناسبه عيد رمضان المبارك هادي حيتاش كنا مشينا ديك الساعات كانت ديك ساعات لا سيمين ديال العيد وهنايا لا دات صافي دونك فوالا داكشي علاش بغيت ندير ليه هذاك نصيفط ليه هذاك شي كادو هذا واحد جوج طواجن ولكن صراحه ماشي ديالي ديال صحاب مروان عمرني صراحه ما شفتو وصوه عليهم المهم اشنو مازال هادي كارطونه الاولى نشوفو هنايا هنايا اسيدي هذا كيمونو ديالي ديال مارك ديالي ديال البازار وهذا القدره والكسكاس فريمون محتاجاهم وما بغيتش شي حاجه كبيره وما بغيتش شي حاجه صغيره
بغيتي شي حاجه زعما تقدي لي غير انا ومروان باسكو عندي وحدين ايبر صغار ماشي كدراو كسكاس ديال المغرب شريتهم غير انايا وكيعذبني فاش كنبغي نهز كسو وديك التفويره وداك الشيء اللهم نشري هادي زعما كدراو كسكاس حقيقي ماشي كاجي سينو هنايا شنو كاين هادي داك النهار عيطات عليا ماما قالت لي واش عجبتك هادي ولا عجبتك هادي هادي ماما اللي صايباتها بيديها مرايا شتو ماما اللي صايبات هادي يا لالا برجيلات وداكشي كامل ماشي مرايا هي زعما فيها الزوج مي هي بحال كتحط فيها اللي بغيتي نقدر نحط فيها ما عرفت لي غاطو نقدر نحط فيها الكيسات نقدر نحط فيها لي بارفان المهم على حسب نتوما شنو بغيتو المهم هادي ماما اللي صايباتها ماما بيض ويكي عجبها هادشي ديال لي هاند ميد وداكشي بحالي او ماي جاد غ كنت كنهضر معكم فجاه زعما تقطع الضغط غادي نحل لكم هذيك فاش قلت باش تشوف الرياكسيون ديالها عمر ما تقطع الضناري راه تصدمت هو ماشي تقطع الضناري انا ما كيتقطعش الضناري هي المشكل عندنا حنايا ما كناش عارفين واش عندنا مشكل عيطت على مروان باسكو كان هو برا مشي يجيب برا عاجي ندخل جاب الله جاب اوغزمون كمسكينه نسات مي ماشي مشكل سي با غراف المهم دغيا حلو داك المشكل كاينه شي حاجه ما عرفت شي حاجه اللي ماشي هي هذيك ما عرفت واش الثلاجه ولا الواش ماشين ولا الدراير ما عرفتش المهم فين خليناها فهادي اللي قلت لكم صايبات ماما الميرور وجابت لي مع هادو شوفوا هادو ما عرفتش صراحه واش نحط فيهم اي حاجه ثلاثه وحتى هما هي اللي قدت لهم هاد لي تريك دارت فيهم هاد اللعيبات شتو كي دايرين هذا الغطاية ديالها تقدروا تدير فيهم اي حاجه بغيتو شتو ماما ارتست اسما وريتكم هاد الكرسي تاع هو نانانا شحال غدا الله بيت زوين 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 كيحمقوني قدام شنو هادو بواطات هادو عرفت شنو فيهم حلوة حيتاش تاع اسما راه عندها حيتاش هادشي وصل فاش كنت مع اسما اسمح لها تبقى الله الفقاس يا لالا الفقاس انا احسن حلوى عندي فريمون ما عنديش مع الحلاوي الاخرين عندي مع هذه فقط عادي دوك اللي شريت من المغرب ولا اللي كيصيفطوا ليا في الدار ملي كيصايبوها وداك الشيء ما كناكلهاش كيعجبني انا غير الفقاس ناكلو صافي بوحدو هو اللي كيعجبني والله ما كيعجبني حتى شي نوع من انواع الحلو صابلي حتى هو كيعجبني مي انا بزاف ناكل غير الفقاس صافي الفقاس كابغزال اش كنقول بصح انا كنقول لكم فقاس فقاس كابغزال بغيت نقول كنقول اش كنقول كابغزال كنحماق عليه هو بوحدو اللي كيعجبني هو والصابلي وسيرتو هو وهذا اوسي كاين هنايا صابلي مي ما هادشي ما نحتاج نوري لكم غادي هادي شوفوا سلام ناكل دابا واحد كابغزال ما وريتهمش البارها ميتوني ياكلوا مليا كاملين راهم كيحماق علاش حاجه نتاع اللوز اي حاجه نتاع اللوز المهم دونك هادشي اللي وصلني صافي جيت باغي انهم يكون عجبكم وصافي دونك فوالا هادشي اللي كاين و يا ثانكس فور واتشين يا واش كي جاتكم مروه بزاف حياتي هاد اليومات وليت كنديرو في الدار حيت دايره البروشينغ او عارفين فاش كنا خارجين وبغيت نمشي من الريستورون اللي كنا فيها لهذا الطوموبيل وطحت شتو كندير هكا بالجاكيت وداكشي كنديرها وكنقول اسمي شتي شحال زوين كيرلي هير ما كتسوقي حتى شي حاجه بالعكس هو فاش كطيح لي الشعر باش كيزيان ماشي بحال البنات اللي كيديروا بغوشين كتعذبوا وكنت كنعقل حتى فاش كنت في الليسي او سورتو في بروميير اني في ترون كوما بلوتو كانوا البنات ديك الساعات هما كيهربوا انا كنتمشى مع الدراري حتى شعري ما محتاجاش نتخبى زوين كيري والله حتى في زعما ما كت حتى في الصلاة ما كتفكريش بحال دابا كتمشي كتوضي كتقيسي زعما شعرك كامل بالماء كيري ما كنتسوقش كنعمر نفزقو بالماء هذا لا هذا كندير داكشي بجويه عليا وواحد الحاجه اخرى دابا ملي كنصلي خصني ضروري ندير هذا الا ما درتش هذا كنحط هذاك داك اللبس ديال الصلاه وكيزلاق مع الكير اللي كنبان بحال فرعون شنو عارف نوريكم راسي بالحجاب والكير اللي بصح كنكون هكذا داير
المهم دونك هادشي اللي كاين و جيسبر يو لايك ذا فيديو و يا سي يو ان انادر فيديو لا فلوغ ياي.